فريك باللحمه المفرومه. عندنا هنا فريك نص كيلو فريك منقوع نعناع وصفيناه حلو قوي. نعناع كده لمده نص ساعه مثلا في ميه، بعدين تحطيه في المصفه ومصفيها كويس جدا. تمام؟ عندي لحمه مفرومه، اي قطعه لحمه مفرومه بقى. يعني ممكن حته صغنونه، اكبر شويه، اصغر شويه، اللي انت عايزاه، اي قطعه لحمه مفرومه، بس انا بخليها اكله غنيه للعيد. تمام؟ عندي بصل وفلفل وطماطم كلها مقطعه صغير. حتى جايب الفلفل الالوان برضو اديكم غنى العيد، يعني فلفل الالوان قطعته قطع صغننه كده عشان يدي الوان حلوه جوه الفريك. فعندي فلفل الوان، بصل، طماطم كلها مكعبات صغيره. عندي بطاطس محمره مقطعاها برضو مكعبات ومحمراها. خلاص كده؟ عندي عصير طماطم، شوربه من اللي كنت سلقاها برضو. مش عندك شوربه اعمليها بميه، مفيش مشكله. لو هتعملي الموزه من غير ما تسلقيها يعني وهتشويها على طول في الفرن بالطريقه اللي انا قلت لك عليها دي، يبقى مش هتحتاجي، يبقاش عندك شوربه، فممكن تحطي ميه عادي خالص، واقول لك المقدار بالظبط برضه. وعندي عصير طماطم كميه قليله حوالي كوبايه، مش هاخد كتير. وعندي ملح وفلفل قرفه وجنزبيل او ملح وفلفل وبهارات اللي انت عايزاه. هناخد هنا ايه؟ معلقه سمن كده. بسم الله الرحمن الرحيم. واخد البصلايه مقطعه صغير خالص كده بالشكل ده، الطرقعه دي. وعليها شويه فلفل اسود وشويه ملح تدبل كده حبه شويه صغيرين تطرى يعني. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله. انا بحبك جدا ومعجبه بك جدا من زمان ايام فتحت القناه. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا. كلها غيرت لون، هنزل لها الفلفل الرومي برضو يعني بالمعقول. طبعا لو ما عندكيش الوان حطي اخضر، مفيش اي مشكله. يا رب احنا وانتوا، احنا وانتوا يا حبيبتي، ربنا يكرمك. كل الكاست اللي عندك يكون بخير ان شاء الله يا حبيبتي. الحمد لله يا رب، كلهم بيسلموا عليكي. اهلا وسهلا. ازيك يا سلمى، عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. ايه اخبارك؟ الحمد لله. الحمد لله. وليك اي سؤال؟ شويه فلفل اسود، حاسه ان انا مقصره هنا، شويه فلفل اسود وملح كده على الفريك. انا حطيت عصير الطماطم، ابدا اقلب بس فيه كده. تمام كده. هزود شوربه او هزود ايه؟ ميه. هي كده كده فيها لحمه فمش مشكله، لو زودت ميه تبقى برضه طعمها حلو، بس الشوربه موجوده نزود شوربه. انا الدورق زي ما هو، هو 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 زي ما هو المره اللي فاتت. هنا بقى انا حاطه مثلا نص كيلو فريك اللي هو حوالي 3 كوبايات من الفريك بعد ما اتنقع والصفى، هحط له حوالي كوبايه ونص من الشوربه. ليه؟ عشان ما يعجنش. انا عايزاه مفلفل، مش بحط زي الرز كده ده قده، لا نصه الفريك، نصه نص الكميه كده. وهغطي عليها فاضل لي هنا بقى ايه؟ فاضل هنا الطماطم والبطاطس في الاخر خالص قبل ما اطفي عليها بسنه صغيره جدا. هروح ايه حاطه الطماطم وحاطه البطاطس وتقليبه واحده واغطي عليها واروح ايه بطفيه النار. خلاص هي كده خلصت. تمام؟ طبعا انا هنا انا هقول لهم المقادير من تاني. انا حاطه نص كيلو فريك اللي هو حوالي 3 كوبايات، انا حاطه له في الاول حوالي كوبايه عصير طماطم، يعني حطيت البصله تمام وحطيت اللحمه المفرومه وحطيت الفلفل الالوان سويتهم، بعد كده ضفت لها كوبايه عصير طماطم وغليت شويه وسوت شويه في اللحمه، بعد كده ضفت لها الفريك اللي هو 3 كوبايات منقوعين وقلبتها، بعد كده حطيت بديها كوبايه ونص شوربه، يعني 3 كوبايات فريك كوبايه ونص شوربه، وهو بتغلي هروح مغطيه عليها بقى تشرب زي الرز. طب افرضي استوت
وحسيت ان الفريك لسه ناشف، مش ما استواش حلو كده، بقاش حلو كده، يا اما التاكليه تحس فيها نشوفيه، معلقتين ثلاثه شوربه بس، يعني ايه بق شوربه واحد وقلبي. طب ده بيرجع من ان كده المقادير كده مش مظبوطه، ان ممكن عصير الطماطم يبقى تقيل شويه، ممكن الفريك ما يكونش اتنقع كويس، فالحاجات دي بتيجي بقى بده، ان انا مثلا حاطه المقادير كده مظبوطه بس دي لسه نيه، خلاص هو بق شوربه كمان عليها، لان في حاجات جوه الاكله مش مظبوطه قوي، هي اللي ممكن زي عصير الطماطم مثلا وزي نقع الفريك هو اللي يخليها ما تستويش بسهوله. بص انا عملت ايه، خلاص انا كده ايه مهديه خالص بتتشرب خالص، حطيت الطماطم وحطيت البطاطس محمره، بس المحمره هغطي عليها كده واطفي خلاص ماشي.